تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فكل التحية لكم، ورقام التواصل معنا ما نخبركم عنها بعد ما نرحب بميرا الخفلي معنا في التنسيق، والمبدع دائما بنوح أيمن سرحيل. صباحك الله بالخير وصباحك سعيد دكتورة ندى. بس لحظة قبل هذا لازم نوجه تحية حق الوالدة أم ندى، وعدناها أن نحن نحييها اليوم في بداية هذا البرنامج. شكرا يا محمود. وطلع خالك اسمه محمود. هي طلع خالي بعد اسمه محمود. صبحت الله بالخير دكتورة. ذكرينا بأرقام التواصل. نذكركم بأرقام التواصل في هاليوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، عشان تتواصلون معنا على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طبعا كل هالقنوات عشان ترشونا ملاحظات، شكاوي، أي شيء تحسون ممكن يساهم في تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فتواصلوا معنا عبر أي من هالقنوات. دكتور أحيانا الواحد يحس يعني وسوس، يحس بالقلق، يحس أن الحياة شوية يعني فيها خوف. زين، لكن مو بدايما القلق يكون سلبي. صح. كيف صح؟ كيف صح؟ أنا أمي دائما تقول اللي يخاف شوي زيادة يحمي نفسه من المشاكل. لحظة، كيف شوي زيادة؟ يعني واحد ما يكون يعني مثل ما احنا نقول مطمئن زيادة عن اللزوم، إنه ما في شيء بيستوي، فما ياخذ احتياطاته. اللي يقلق شوية تلاقي يحتاط أكثر فيطيح في المشاكل أقل. الحين دراسة أمريكية كشفتها جامعة كاليفورنيا عن وجود العديد من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن شعور الإنسان بالقلق. فقد توصل الباحثون إلى دور القلق في تحفيز السلوك الوقائي، ويمكن أن يساعد في تجنب الكثير من الأحداث غير السارة. وقالت الدكتورة كاتي سويني أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا الأمريكية: على الرغم من السمعة السلبية للقلق، إلا أن القلق ليس كله مدمر أو غير مجد، فله فوائد تحفيزية. وجد الباحثون أن القلق يخدم كدليل أو تحذير من أن الوضع الخطير قد يتطلب العمل للتخلص منه، كما يحفز القلق الأشخاص على اتخاذ إجراءات وإيجاد سبل للحد من قلقهم. وكانت عدد من الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن القلق يمكن أن يؤدي إلى سلوك صحي وقائي. فعلى سبيل المثال، القلق بشأن سرطان الجلد يمكن أن يكون مؤشر لاستخدام واقي الشمس. وقال الباحثون أنه من المثير للاهتمام أن هنالك أمثلة على علاقة أكثر دقة بين القلق والسلوك الوقائي. فالنساء اللواتي أبلغن عن قدر معتدل من القلق مقارنة بالنساء اللواتي أبلغن عن مستويات منخفضة نسبيا أو عالية من القلق، هن أكثر عرضة للحصول على فحص تشخيصي لمرض السرطان. كما وجدت الدراسة أن القلق يمكن أن يفيد الحالة العاطفية للشخص، وكذلك من خلال العمل كمعيار عاطفي في حالة الاستعداد للأسوأ. شو رايك؟
شوف يعني أنا من تجربتي الشخصية أنا أحس إن الواحد لازم يكون عنده قدر من القلق المتوسط، مثل ما تقول دراسة القلق المعتدل. ترى القلق فيه له هو سيف ذو حدين، ممكن القلق يكون زيادة عن اللزوم محمود، يعني يتحكم بحياة الواحد، يستوي قلق من كل شيء. في ناس حتى من كثر القلق اللي عندهم ما يروحون للطبيب، ما يسوقون السيارة، ما يركبون الطيارة. ليش؟ لأن القلق يكون عندهم زاد عن الحد المفروض. طبعا مثل ما احنا نقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، فالحد المعتدل من القلق اللي يخليك تتخذ احتياطاتك وتهتم بنفسك. فهذه مو دراسة مو بالغرض منها ان احنا يعني واحد يقول والله انا مو بإنسان قلق فلازم استوي قلق، لا، هذه دراسة ما تعني هالشيء، ولكن الدراسة تشجع على ان يكون عند الواحد حد معتدل من القلق، تحميم من الوقوع مثلا في المشاكل او الإصابة بالأمراض او عدم الكشف المبكر عن بعض الأمراض. فالقلق القليل المعتدل شيء إيجابي. جميل. أنت قلقة؟ هي والله أنا إنسانة أعتبر قلقة. ليش؟ وايد أفكر، يعني إنسانة وايد أفكر وايد أحاتي، ولكن ما أخلي القلق يسيطر على حياتي بحيث يخليني أخاف من أخطي خطوات أو أتخذ قرارات في حياتي. أحاول دائما أخليه تحت التحكم. وترى يا جماعة إحنا نقدر نتحكم فيه، يعني الأمراض النفسية اللي تكون موجودة أو لما القلق يتحكم في حياتنا، فهذا قرار شخصي ان انا اخليه يتحكم ويحدد تصرفاتي، قرار شخصي. بس انا بعطيها القرار الشخصي بعد ان انا اخذ اسماء. صباح الورد يا اسماء. اسماء السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا اسماء. والله بالنور السرور. صباحك ورد حبيبتي، تفضلي. اوش عن موضوع القلق، ترى القلق الزايد مرض صحيح، لكن فعلا شوي يقولك واحد لازم شوي يحاسب، لان اذا واحد وايد يعني ما يقلق مثلا من السياره بتشوفونه يسرع 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 بدون ما انه يقول انا يمكن اتعور، يمكن تزيد على نسبه التهوى في وايد اشياء. صحيح. هاي عم بتحبيت هالمداخله اعطيكم اياها. ثاني شيء كان عندنا الويك اند ما شاء الله اكتف أو نشيط بشكل خيالي، خصوصا مع بداية تحدي دبي للياقة ووجودنا في الحفل الانطلاقي اللي كان في حديقة الصفا. هالاحتفال الكبير نحن كنا نحرص أن نكون موجودين ونقدم التوعية اللازمة لكل من يريد أن يشارك في هذه في هذا التحدي، منها كنا مقدمين فحوصات طبية مجانية، التحليل كامل للجسم، ونقول لهم شو لازم يسوون عشان هذا التحدي بالنسبة لهم يكون صفحة جديدة لحياة أكثر صحة وسعادة. صحيح. وكل التوعية كلها مركزين عليها كان مركزة على هذا الموضوع. واليوم الصبح الصراحة كنا نمشي، اللي تابعنا على سناب شات راح تشوف ان الرياضة اللي كنا نسويها اليوم صباحا كل الإداء في الإدارة العامة كنا نمشي لمدة 30 دقيقة حوالين المبنى. ممتاز، شفتكم فعلا تابعتكم. كنوع من النشاط اليومي الرياضي فكرة صباح، وهذا تشجيع للجميع انهم يمارسون، يعني نص ساعة اول الدوام تعتبر لا شيء مقارنة بالساعات اللي بقعد فيها في الدوام، فممكن كنا نتحرك نص ساعة عشان نوصل لهدف اللياقة. دكتورة نص ساعة يعني الناس ما يعرفون الفكرة في نص ساعة، النص ساعة 30 دقيقة هاي القدرة ان الانسان يغير نمط حياته. 30 دقيقة هي الشيء اللي المفروض واحد فعلا يركز عليه. ليش قال 30 يوم 30 دقيقة بدون توقف؟ لان هذا اللي راح يغير من سلوكيات الانسان واطباعهم. غيرها 30 دقيقة تحمي إذا كان الإنسان معرض للزهايمر، تأخر ظهور أعراض الزهايمر. أمراض القلب والشرايين مسبب الثاني الوفاة عندنا في الدولة، و30 دقيقة تحمي من هذه الأمراض. صحيح. 30 دقيقة فيها وايد أشياء الناس يعني يقول أوكي أنا ضعيف، بس مو بشرط حتى كنت ضعيف هذا لا يعني أن أنت مش معرض لارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري وكل هالأمراض. صحيح. 30 دقيقة الحركة، الحركة بركة. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية، قبل أن تبدأ بالعمل خصص وقتا لترتيب مهامك التي عليك إنجازها ورتب أولوياتك لهذا الأسبوع. شو الأهم شيء تخلصونه خلصوا، بعدين الأشياء الثانية ترى بتخلص لاحقين عليها. صحيح صحيح أسماء، شكرا لك رسالتك الإيجابية أسمى. ونهارك سعيد يا أسماء. نهاركم سعيد. طيب صرت يوم الجمعة حديقة الصفا أدور عليكم، وين كنتم؟ كنا موجودين ما شاء الله لين الساعة 7:30 في جناح الهيئة. يقول القلق ممكن يغلق على نفسه ويفوت جميع الفرص للإنسان وتجعله يتخيل الأمور أكبر
من الواقع. صحيح. القلق يعتبر مرض لكن ليس مرض طبي جسدي، لكن ممكن يأثر عليه بأمور وايد ويجعله يدخل أو يدخل بمرحلة الأمراض المزمنة بسبب القلق، من مثل القولون والضغط وأمور وايد بسبب قلقه. صحيح. إنزين، لفيت الحديقة كلها، سويت 30 يوم في يوم واحد بس عشان أدور عليكم. شي أنا خلصت 30 يوم في يوم خلاص واحد. خلاص خلصت التحدي. يلا زين، ترى ما نسمع اسمه، سامحونا. عموما نحن منكمل معاكم فقرات برنامجنا مستمعين الكرام، نطلع فاصل، بعد الفاصل متواصل معاكم. أرقام التواصل معنا 600-551-4414 ورسائل نصية على 4006 ولايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. صباحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا أرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 600-551-4414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طبعا قبل ناخذ يعني الفقرة الثانية مالتنا، خلينا ناخذ هذه المداخلة من المستمع عارف. تفضل يا عارف، صباحك الله بالخير. عارف كيف حالك؟ الله يسلمك. نعم وياك اختي ندى، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. هلا اخوي تفضل. طيب ان شاء الله. الله، انا بس بخبركم بس الموضوع بس بشكل سريع ان شاء الله. تفضل يا سيدي. انا عندي الوالده تعبت علي يوم يعني قبل 10 ايام تقريبا. المهم دخلناها مستشفى راشد وسووا لها اللي يسموه القسطره وخلاص قالوا لها ان 3 شرايين عندها مستكره، وزقرونا فوق قالوا خلاص هذا ما يعني ما تنفع لها قسطره بس لازم نسوي لها فتح قلب وشيء، ويعني سووا لنا في مستشفى راشد لازم نفتح يعني عمليه هي عمليه. قلنا خلاص امنا بالله، وقالوا لنا الحين نحن ما نسوي في راشد بس لازم نحولكم على مستشفى دبي. اوكي. وصرنا مستشفى دبي ومصرين على كلامهم نفس الطريقه نفس الشيء. الله راد اني انا اخذت سدي وتواصلت مع احد الدكاتره خارج مستشفى دبي، احد مستشفيات الخاصه يعني. رويت السي دي، قال لي هذا ما يحتاج لا فتح صدر ولا يحتاج يعني منظار القلب المفتوح ولا اي شيء، انا سبب القسطره. وفعلا رجعت مره ثانيه مستشفى دبي في قسم القلب عند احد الدكاتره الكبار هناك موجودين. قلت له دكتور انا خلاص انا بطلع الوالده خلاص ما ابي، وفعلا طلعتها وديتها المستشفى وفعلا عملت القسطره وهي بخير رحت في البيت. فانا سؤالي يعني ما ادري ليش يعني هم سووا الصعب وقالوا ما يستوي قسطره وسواها دكتور برا عملنا يعني، فكانت بتعرض يعني بتتعب زياده وعمرها يعني 63 سنه زين، فكانت بتتعب. انا هذا تساؤلي ليش يعني يستوي منظار؟ هل هم ما عندهم فكره مع عندنا المشهورين؟ انا بقول لك شيء عارف، ما علي انا سمعتك الحينه وباخذ بعد فضل. كذلك حاله الوالده باخذ رقمك من ميره ومنحول الموضوع عليهم على اساس انه يتواصلون بس يعرفون شو الحاله وليش صار هذا التشخيص. ولكن بشكل عام اقسام القلب في راشد ودبي تعد من افضل الاقسام اللي موجودة في المنطقة إذا ما كانت على مستوى الوطن العربي. الدكاترة اللي موجودين عندنا يعلمون، وصلوا مرحلة يعلمون الدكاترة اللي في أوروبا وفي أمريكا، يأخذونهم في سيشنات في شغلات مؤتمرات حتى ينقلونها فيديو من مستشفى راشد زين لباقي الأماكن. الآن شو تشخيص الوالدة؟ شو الظرف اللي مرت فيه؟ أنا ما أدري زين. خلنا نرجع ونستفسر ليش تم هذا الموضوع، لأن أنا عارف إنه حاليا دكتورة يعني عمليات القلب المفتوح يمكن آخر خيار ممكن يوصلوا له في هذا المجال. صحيح محمود، وبس اختلاف طرق العلاج ما تعني إن في طبيب أفضل من طبيب. نفس الشيء حتى ترى حتى الزكام البسيط، ترى تروح عند طبيب يقولك مضاد حيوي، طبيب ثاني يقولك عارف ويانا ولا اخوي عارف. فهو اختلاف طرق العلاج ما تعني ان فيه مكان افضل من مكان، واكيد مستشفى دبي لما قالوا بيسووا. نعم تفضل. انا وياك انا يعني حتى انا مستغرب يعني انا الدكتور هذا اللي ورويته السي دي
يعني شافه بالأريحية قال لي هذه ما تحتاج. والدكتور في مستشفى دبي، أنا آسف أقول الكلام هذا يمكن لكن هذا صار لي بالفعل، يعني مشكلة عارف تصير. أنا يعني يقول لي عارف، أنا بقول لك عن حالة أخوي بعد نفس الموضوع في 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 القطاع الخاص، صار فيه له تشخيص وكذا وهذا، وسووا له العملية بالقسطرة وما أدري كذا وهذا، لكن الاستدادات ما تم معالجتها. ليه ما حولناه على وحدة من مستشفياتنا وهناك تم اتخاذ اللازم بالشكل السليم؟ بس عموما أنا باخذ التفاصيل هذه عارف انزين، وبحولها للمعنيين، خلنا نستفسر نشوف شو الوضع انزين. جزاك الله خير على هذه الملاحظه، مشكور يا عارف. سامحنا ما نقدر نطول وياك لان عندنا خير، مشكورين ما يعني واحد يستغرب يعني بس صح يعني صح. لا بالعكس، مثل هذه الملاحظات يا جماعه الخير تنورنا، بالعكس ممكن يكون في شيء صار في المستقبل ممكن نتجنبه مع مرضى ثانيين. اكيد يعني اكيد. جزاك الله خير يا عارف، تستاهل سلامه الوالده وياك ان شاء الله، الله يحفظها ويطول عمرها. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. شكرا لك، شكرا. في امان الله، في امان الله، مع السلامه. طيب بمناسبه اليوم العالمي لصحه ونظافه الايدي، ينظم مستشفى راشد خلال فترة من 7 وحتى 23 أكتوبر الجاري حملة واسعة للتوعية بأهمية نظافة وصحة اليدين بهدف تعزيز سلامة المرضى والعاملين في المستشفى بشكل عام. طبعا موضوع غسل اليدين هذه مو بس حق العاملين في المستشفى، لا هذا حتى الناس كل يعني الناس محمود، يعني احيانا يوم تكلم معاهم قبل لا تاكلون قبل هذا سيروا غسلوا يديكم ما ادري ايش، انت وسواسي وانت فيك وانت ما ادري كذا، اقول لهم يا جماعه الخير هذه مساله وايد مهمه. نحن نتكلم عن هذه الحمله معانا الاخت نعيمه محمد رجب، مشرف التمريض بمستشفى راشد. اول شيء نحن سعيدين فيك نعيمه وجودك معانا، وانت احد الكوادر الوطنيه اللي تعمل في هذا التخصص اللي نتمنى ان شاء الله يا رب نشوف وايد مواطنات ومواطنين بعد فيه. صباحك الله بالخير نعيمه. صباحك صباحك بالنور والسرور أخوي محمود. شكرا أخوي محمود، وفعلا موضوع نظافة الأيدي والاهتمام بغسيلها موضوع مهم جدا، وإحنا بالتزامن مع احتفالات العالمية لهذا اليوم مستشفى راشد قرر أن نسوي حملة. بالعادة إحنا نسوي حملة توعوية تستهدف الكادر الطبي، هالسنة حاولنا نغير نوعا ما بحيث ان احنا نستهدف المرضى اللي يتم علاجهم عندنا بالمستشفى، وبعد الاهالي واقارب المرضى باعتبار ان احنا نعتبرهم هم شركائنا في الرعايه الصحيه للمريض، بحيث ان هم بعد يكونون جزء من المشوار هذا اللي هو مشوار المريض في وجوده داخل المستشفى والعنايه به. صح اخت نعيمه، طبعا هل حملة إن كون لها حملة غسيل يد يوم عالمي يدل على أهمية هذا الموضوع، فممكن تعطينا أهمية الحملة ودور غسيل اليد في نقل انتقال العدوى؟ أكيد أختي، احنا كيف ما عارفين ان بايدينا هذه نعمة من رب العالمين اعطانا، بحيث ان احنا نستخدم ايدينا في كل شيء، في كل ما تعلق بامور حياتنا، نحتم اعمارنا، نسوي شغلنا كله متعلق بايدينا. صحيح. والجراثيم والبكتيريا موجودة يعني في كل مكان حوالينا، في بعض الجراثيم حتى اللي هي المفيدة للجسم اللي موجودة على البشرة. صحيح. فهذه قد تكون مفيدة لي أنا شخصيا، بس إن هي ما تكون مفيدة لشخص آخر. فأول خطوة وأهم خطوة في إن إحنا نتخلص من البكتيريا والجراثيم هذه قبل ما ننتقل من أي عمل آخر أو نمسك شيء في إيدينا هي عملية الغسيل. وحين الحمد لله الأمور تطورت، إذا مثلا ما عندنا صابون والماء مو متوفر في عندنا البدائل اللي هي عبارة عن الجيل. أيوة، والمعقمات. صحيح. يعني ممكن احنا تكون موجودة معنا على طول، وذات في المستشفى مخلينا تقريبا في كل الأماكن بحيث انها تكون سهلة الوصول. صحيح. إليها. أكيد. طيب أنا هني أبغي أرجع للحملة أخت نعيمة، خبرينا شو أهم الأنشطة والفعاليات اللي أنتم مسوينها في الحملة هذه؟ إن شاء الله. أول شيء بدينا الحملة بصورة تذكارية للمجموعة. إحنا الحمد لله في مستشفى راشد عندنا مكتب يهتم بمكافحة العدوى والتحكم بالانتقال العدوى والأمراض، وبعد نفس الشيء في إدارة التمريض عندنا نفس المجموعة، وفي كل قسم من الأقسام الداخلية للمرضى في عندنا ممرضين يهتمون بالموضوع هذا. فبدينا الحملة إحنا سوينا أو أخذنا صورة جماعية ونشرنا ملصقات وكتيبات توعوية على جميع أنحاء المستشفى سواء الأقسام الداخلية أو حتى بالاستقبال.
بالإضافة أن إحنا جندنا الممرضين الموجودين بالأقسام أنهم يقومون بالتثقيف مباشر للمرضى ولا أهالي وأقارب المرضى عن طريق توزيع الكتيبات، عن طريق العرض اللي هو الPowerPoint Presentation بكل اللغة، سواء كان بالعربي أو أنه قصدي بالإنجليزي أو أنه بعد الترجم باللغة العربية. استخدمنا بعد الفيديو التوضيحي بأهمية مشاركة المرضى في الاهتمام بنظافة اليد، وخاصة أفراد العائلة باعتبار أنهم أقرب الناس للمريض وأكثر الناس اللي يمضون ويقضون الوقت مع المريض. صحيح. بالأخير إحنا ككادر صحي لنا أوقات محدودة أن نكون فيها مع المريض. صحيح. بس الأهالي هم اللي موجودين معهم معظم الوقت. ممتاز. طيب تبغين تضيفين شيء على موضوع غسل اليدين أختي نعيمة؟ صراحة أحب أوجه يعني رسالة للجمهور بأنه يهتموا بموضوع نظافة الأيدي، وأهميته مو بس أنه بعد ما نطلع من عند المريض، لا حتى قبل مباشرة المريض وإحنا سارين عند المريض، أساس أن هذا يعتبر أول خط دفاع وحماية للمريض، وحتى بعد ما نخلص من زيارتنا للمريض بعد قبل ما نطلع من عند المريض نفس الشيء نقوم بتنظيف وغسل الأيدي بكل الطرق المتواجدة. نحن شاكرين لك أخت نعيمة محمد رجب مشرف التمريض في مستشفى راشد، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب، يعني نحن فخورين جدا بجميع الكوادر المواطنة في هذه المهنة، مهنة الصعوبات، وهي يعني مهنة أنتم يسموك ملائكة الرحمة. الله يسلمك يا أخي محمود، والشكر موصول لكم ولإدارة الإعلام عندنا بالمستشفى. شكرا جزيلا. طيب رسائل على السريع، أرجوكم تدلوني على مركز بعجمان يفحص مجاني للسرطان. نحن فحوصات سرطان عندنا يسوونها مجانية ولا لا محمود؟ يعتبر من الفحص الدوري الشامل اللي يتسوى مرة كل سنة أو سنتين. في عجوان ما نعرف للأسف. انزين عندي موضوع لو سمحتوا شوفي ميرة عن الرسالة. طيب هني أبو سعيد شو يقول؟ لا داعي للدفاع عن أطباء مستشفياتنا وتقول أنك لا تعرف لأنك لست طبيبا، الأخطاء واردة في التشخيص والعلاج، فلا أحد معصوم من الأخطاء. أنت روحك قلت يعني ما في حد معصوم من الغلط، ولكن يا أبو سعيد يعني مع احترامي الشديد، أنا عندي الوالد الآن في, 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 في العناية المركزة وأنا بايت عنده تقريبا يوم الخميس، الله يقومه بالسلامة. أتي أنت تتكلم لو تقعد يوم واحد بس تشوف الجهد الكبير اللي قاعدين يبذلونه هذيل الناس، كان ما أرسلت هذه الرسالة أبدا. ليش يا أبو سعيد أنا أقول لك هذا الكلام؟ لأن يا جماعة الخير المهنة هذه مهنة صعبة، الناس هذيل موجودين يخدمونكم، فعلى الأقل شوية تقدير لهؤلاء الناس. أي واحد في المستشفى ممكن يفتن على طبيب ولا يفتن على ممرضة ولا يتعامل معاه بشكل سيء، لا يا أخي، مع احترامي الشديد لأي شخص ينتقص من هذه المهنة، أنا أقول لكم يا جماعة الخير هذه المهنة مهنة راقية، مهنة نتمنى أن الناس يحترمونها بشكل كبير. أخطاء واردة نعم، ولكن هنالك تشخيص قد يكون يختلف عن تشخيص آخر، قد يكون في شغله، وكل الناس بشر يعني. صحيح محمود، هو يمكن وجهة نظر عند بوسعي بس ما عرف يوصلها بطريقة صحيحة. على العموم احنا سمعنا من جهة عارف، راح نسمع من الجهة الثانية وان شاء الله نوصل لحل وسط ان شاء الله في المشكلة. لا انا ما شفت في مشكلة دكتورة، يعني انت دائما تقولين الواحد ياخذ اكثر من تشخيص في هذا. صحيح. الموضوع صح هذا الكلام. صحيح. ولا صحيح. انا ليش انا اقول هذا الكلام؟ لانه لازم شوي يكون عندنا وعي اكبر في عملية ان نحن ننظر للمسائل يا جماعة الخير من اكثر من زاوية. يعني أحيانا مثلا عارف لما تكلم بشكل إيجابي، يعني صحيح. الشغلة اللي قالها قال كذا 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 صار مع الوالد الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله، بس تكلم في نقاط إيجابية وكان الهدف منه مش أنه ينتقد على كثر، يعني يستوضح يبغي تطوير لآلية العمل. ولكن هنالك يعني بعض الرسائل صراحة تكون سلبية، القصد فيها الانتقاد أكثر من أن الواحد يشوف النقطة الإيجابية فيها. إنزين، ولكن الأخطاء مثل ما قال أبو سعيد واردة، كلنا بشر. صحيح. وكلنا نخطي. إنزين، ولكن أنتوا عندكم ترى بعد دكتورة الخطأ يعني مع احترامي الشديد لازم يكون صفر عندكم، لأن في حياة ناس.
لا صحيح محمود أكيد يعني. وعشان شي ترى تطلع الاعتمادات اللي تأخذها هيئة الصحة باستمرار، الهدف منها وضع سياسات جديدة تهدف إلى تقليل الأخطاء، ومن هذا نظام سلامة اللي يمنع إعطاء أدوية غلط، يسوي إعادة ينظر الملف المريض قبل ما تعطي أي دواء أي علاج، ينبه الطبيب. فهذا كل خطط تطويرية لتقليل الأخطاء إلى الصفر. نحن تأخرنا على الفاصل، سامحنا يا أيمن، نطلع فاصل وبعد الفاصل منواصل معكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن في عندنا مداخلة أميرة، ناخذ هذه المداخلة. أيمن ما شاء الله اليوم مستمعين على يوم الأحد، نبغيكم ليه يوم الخميس معانا على طول. دكتورة معانا ولا دكتورة منو؟ صباحك الله بالخير دكتورة. ألو أيمن معانا الدكتورة ولا؟ ألو ألو سلام عليكم، هلا أخوي تفضل. عليكم السلام، الظاهر الشبكة الخطوط أكثر. كيف الحال الأخ محمود والدكتورة ندى؟ هلا أخوي تفضل. أنا عندي حالة مرضية بس بغيت أتفسرها. اختصر لي إياها عارفة، جزاك الله خير. ما اسمع. اختصر لي اياها قدر الامكان، بارك الله فيك. اي مو مشكله مو مشكله. انا هي الحاله صابتني انا الخميس الماضي، كنت معصب شويه، وطبعا صار عندي ارتفاع في الضغط مع السكر. نومت في مستشفى من المستشفيات الخاصه، كان معدل السكر 375. فسؤالي هو الحد الطبيعي كم يفرق عن المرتفع؟ يعني كم يكون الحد الطبيعي بالضبط عشان الواحد يعرف؟ ان شاء الله هذا سؤالك، ان شاء الله اخوي تسمع الجواب. ايه هذا سؤال. السؤال لا تعصب يا اخي، خلك هادي كول، الحياه ترى حلوه. مشاكل الدنيا هذه. هم اعطوني حبوب في الصباح واعطوني ابر انسولين، وحده الظهر وحده في الليل، مع ان انا اليومين اللي مضن يعني كنت اقيس كان بين 175 إلى 200 ما يزيد. بعد الأكل كم ساعة؟ بعد الأكل بثلاث أربع ساعات أنا أخذ حبة الصدر وأكل لين الظهر، أقيس يطلع عندي 200-205، لين الليل يكون 175، يعني ما يرتفع. إن شاء الله تسمع الجواب أخوي، تسمع الجواب. بس بغيت أعرف أني أنا أستمر على الأنسولين هذا ولا بس أخلي الحبوب؟ إن شاء الله إن شاء الله أخوي تسمع الجواب. جزاك الله خير مشكور. جاوبي على السريع عشان أخذ حمزة بعده. أخوي أنت القراءات اللي قاعد تعطينيها للسكر قراءات تعتبر عالية، أنه يوصل لين 200 هيعتبر قراءة عالية. إحنا دائما ننصح الناس عشان تعرف هل سكرك منتظم ولا لا، قيس أول الصبح أول شيء قراءة وانت صايم، وساعتين بعد الطعام، ساعتين بعد الطعام لازم تكون 180 فما أقل. فأنت تقول قراءاتك توصل لين 200 بعد الأكل 3-4 ساعات، يعني هي قراءة تعتبر شوية عالية. أنا أنصحك شو تسوي لمدة أسبوع، قيس وانت صايم أهم شيء، وانت صايم وقيس مرة أو مرتين بعد الأكل لمدة أسبوع، وراجع الطبيب اللي كتب لك الخطة العلاجية هذه وشوف كيف قراءاتك. بس القراءات العشوائية ما تساعدنا وايد نعرف أنت هل متحكم بالسكر ولا لا. واكتب الوقت، إنك تغديت مثلا الساعة 2 وقست الساعة 4، والتزم بالأوقات، يعني لازم ساعتين بعد الأكل مو بساعة ونص أو ساعة وتقيس وتكون قراءة مختلفة. فتسوي هذا على الأسبوع وبعد هذا راجعنا، لو تحب تراجعنا في بعد في البرشة فارق طيب احنا موجودين. مشكورة يا دكتورة. ناخذ يعني حمزة. حمزة عباس علي مدير مشروعات للأنشطة الرياضية والاجتماعية على السريع. أبو محمد صباحك الله بالخير. هلا أخ محمود كيف الحال؟ خبرنا عن أنشطة هيئة الصحة الرياضية على السريع بارك الله فيك. في البداية أحب أول شيء أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد على إطلاق هذه المبادرة، وهذه المبادرة كان هدفها أن يكون مساعدة أفراد المجتمع يكون الرياضة جزء من حياتهم اليومية. لأن العالم تعتمد الرياضة وسيلة مهمة لمجتمع صحي ومنتج. أما بخصوص فعالياتنا نحن كهيئة الصحة بصفتنا في اللجنة الرياضية أو في إدارة الإعلام التغذية والتوعية، وهذا الحمد لله قامين بالواجب. كما تعرف أخ محمود نحن شاركنا أمس في أول يومين في كرنفال يوم الجمعة ويوم السبت في
ملاعب في كرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الثلاثية. اليوم عندنا في الهيئة إن شاء الله فعالية جيم أو اللياقة البدنية في ملاعب هيئة الصحة من الساعة 5 لساعة 9 ليلا اليوم وغدا. ومن هنا أنا أدعو جميع موظفي هيئة الصحة بالمشاركة بهذه الفعالية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أخوي حمزة عباس علي مدير المشروعات للأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحة في دبي، شاكر لك تواجدك معنا ونهارك سعيد. شكرا لك. تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات مؤتمر دبي لأمراض تخثر الدم اللي تنظمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإقليمية والعالمية في هذا المجال الطبي المتخصص وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من مختلف دول العالم. بنتكلم عن المؤتمر وأهدافه وأهميته. معنا في الاستوديو الدكتور سلمان عبد العزيز أخصائي الطب الباطني بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور سلمان. صباح النور والسرور، يا مرحبا بكم دكتورة ندى، أستاذ محمود، صباح الخير لإذاعتنا الطيبة نور دبي. جزاك الله خير دكتور. الله يسلمك. خلنا نتكلم بداية عن تخثرات الدم، شو اللي نعني فيها وشو تأثيرها على صحة الفرد. تخثر الدم أو بالمصطلح الاجتماعي بيننا اللي هو الجلطة. أوكي. نقول جلطة الناس تخاف للأسف. يعني تخثر الدم ظاهرة طبيعية في الجسم، ظاهرة فيسيولوجية، مجرد أن يكون في جرح في الجسم مكونات الدم تتجمع عند الجرح وتسوي بلوك أو تسد هذا الجرح بحيث أنه ما يواصل النزيف. ففي البداية هذا الموضوع جدا طبيعي، لكن احنا نتكلم عن اللي هو توازن الجسم في عوامل تخثر الدم وفي كوابح لعوامل تخثر الدم. الموضوع متوازن داخل الجسم، فإذا كان في خلل في هذا التوازن راح تحدث تخثرات فوق اللازم تسبب انسدادات في الأوعية الدموية في أي مكان داخل الجسم وتسبب مشاكل صحية بعد ذلك. ممتاز. دكتور سلمان، بخصوص هالمؤتمر، شو العدد المتوقع المشاركين والفئة اللي يستهدفها المؤتمر؟ العدد حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا حتى الآن اللي هو فاقد 300 شخص. أوكي. الفئة المستهدفة طبعا اللي هو الأطباء من كافة التخصصات، سواء الأمراض الباطنية أو الأمراض الدم أو العناية المركزة، أطباء الطوارئ، أمراض القلب، جراحة الأوعية الدموية، قسم الأشعة كذلك. أوكي. وكذلك قسم الأعصاب، لأن التخثرات تشغل أي جسم، أي عضو في داخل الجسم. صحيح. فهذا موضوع يعني يشارك بين كل فئات اللي هو التخصصات الطبية. صحيح. كذلك قسم التمريض، وكذلك اللي هو المعنيين أوكي من كليات الطب، وكذلك اللي هو المؤسسات المعنية بتخثرات الدم. صحيح. شو أهم المحاور اللي بتم مناقشتها في هالمؤتمر دكتور؟ المحاور بالنسبة لنا دكتور ندى اللي هو احنا نحب ان يكون المؤتمر موجه بصورة عامة كبداية في السنة الأولى بالنسبة لنا ان نتعرض الى تخثرات الدم بصورة عامة وعدم التعمق بصورة خاصة. اول شيء راح نتكلم عن ما هو تخثر الدم، ثانيا لهو التخثرات، كيف نمنع تخثرات الدم خصوصا داخل أروقة المستشفى. صحيح. كذلك لهو تخثرات الدم في الأوردة الساقية، تخثرات الدم في الشرايين الرئوية، كذلك له بالنسبة للدماغ وبالنسبة للقلب وبالنسبة أوعية البطن. نعم. طيب المؤتمر دكتور يعني في صبغة عالمية، يعني فيها جمعيات إقليمية وعالمية موجودة في هذا المؤتمر، تحدثنا عن أبرز المتحدثين وتخصصاتهم ووزنهم على الساحة العالمية. إذا أنت تبغى تخطط إلى مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقليمي وتسعى للنجاح، لازم تستعين بالخبرات العالمية والإقليمية كذلك. صحيح. فإحنا إن شاء الله راح يكون عندنا ضيوف عزيزين علينا، بروفيسور كريستوفر كابريل من جامعة هارفارد الأمريكية بيكون موجود معنا، بروفيسور باولو براندوني وأحد الخبراء العشر الأوائل في هذا التخصص، هذا من اسمه إيطالي. إيطالي. من جامعة بدوة الإيطالية. أوكي. عندنا خبراء كذلك من
المملكة العربية السعودية. ممتاز. الأشقاء وعزيزين علينا هم راح يكونوا موجودين معنا في دبي، ممثلين لجمعية اللي هو أمراض التخثر السعودية. كذلك راح يكون عندنا دكاترة متحدثين من أبوظبي ودبي، مثلون اللي هو المنطقة في الإمارات العربية المتحدة. ممتاز. هل دعوة عامة لدخول هالمؤتمر بس للأطباء والكادر الطبي؟ سؤال جميل، لأن العامة أحيانا يقولك ما في مؤتمر أنا أقدر أدخل وأخذ منه معلومات، يعني مؤتمر طبي متخصص، فالمؤتمر جميل، فتكون دعوة عامة ولا بس تكون كادر شخصياً طبي؟ شخصياً أوكي، وبالنسبة للأهداف المؤتمر هو بث الوعي بين طبقات المجتمع كافة. السنة اللي فاتت احنا بدينا بتقريبا ورشة عمل في هذا الموضوع، وكان عندي بعض المرضى المصابين بهذه التخثرات وهم بنفسهم كانوا واقفين على المنصة يشاركون في هذه ورشة العمل. ممتاز. انا اشجع المتحمسين والمهتمين بهذا الموضوع ان الابواب مفتوحه، وحياهم الله على راسي كلهم مجون. ممتاز. طيب يعني انا ما انصحكم وايد لانه انا وايد متخصص دكتور، وين بتودي هذا من اللون؟ عزيزي محمود، انا اجيب لك مرضى اوكي متعمقين في هذا الشيء. ممتاز والله. يتكلمون كأن دكاتره اوكي متعمقين في المعلومات، بس سوونهم ورش عمل في اشياء مصاحبه او في معرض مصاحب للمؤتمر؟ هذا السنه راح يكون في معرض مصاحب ان شاء الله، في ان شركات متخصصه في هذا الموضوع، سواء من ناحيه الادويه او من ناحيه اللي هو الاجهزه الطبيه. راح يكون المعرض ممتع باذن الله. الورشات ان شاء الله عندنا باذن الله السنه القادمه راح نطور المؤتمر بحيث أن يكون في ورشات مصاحبة على مستوى عالي، بحيث أن تكون فيها ورش محاكاة مع بين الأطباء والمتدربين. نذكر بس بالتاريخ دكتور وبالزمان والمكان. تاريخ 26-27 أكتوبر يوم الخميس والجمعة القادم بإذن الله في جامعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاعة صديقي. حياكم الله، المؤتمر مؤتمركم. شكراً لك دكتور سلمان. طبعا دكتور انت يعني تكلمت عن هذا المؤتمر، ونحن ان شاء الله بعد ما نغطيه اكثر في اثناء دكتور سلمان عبد العزيز اخصائي الطب الباطني بمستشفى راشد، وانت رئيس المؤتمر صح دكتور؟ انا رئيس. يا سلام، عشان تجي نسال الدعوه عامه لانه هو الرئيس. مؤتمر دبي لامراض تخثر الدم، نحن شاكرين لك. الحين احنا ما بنطلع وايد من مستشفى راشد لان في رساله تقول اوجه رساله شكر الى جميع مستشفياتنا الحكوميه في دبي. زوجتي من مرضى سكلسل. الأنيمية المنجلية بالضبط، وعندما تأتي الأوجاع نتوجه إلى مستشفى دبي وتلقى العناية اللازمة بكل كفاءة والأطباء على قدر من الكفاءة، والأفضل من ذلك توفر الأدوية لهذا المرض، علما بأنني أعرف ناس من دول خليجية تأتي لأخذ العلاج هنا في دبي. ولكن ملاحظتي نحن من سكان القوز ومستشفى دبي بعيدة والوصول إليها نعاني من الزحام، فنرجو استقبال مثل هذه الحالات في مستشفى راشد كما كان في السابق. بحسين، قلت ليش وقفتوا تستقبلوا هاي الحالات؟ ما لك علم دكتور ولا؟ نرجع لأهل الاختصاص. هي طبعا أهل الاختصاص، بس في أمور تنظيمية بين المستشفيات. صحيح. إن تخصص أمراض الدم موجود في مستشفى دبي، وهو يعني من الأفضل أن يكون الطبيب المتخصص في هذه الأمراض خصوصا السكلر يحتاج العناية دقيقة. صحيح. أكيد. قسم أمراض الدم موجود هناك. نعطي بس يعني نبذة سريعة دكتور عن هذا المرض. مرض السكلر أو النقص أو الخلايا المنجلية هو عبارة عن مرض تكسر الدم. أوكي، لما تتكسر بسبب مؤثرات خارجية مثل الجفاف، مثل الحرارة الشديدة، مثل بعض الأدوية تساهم في تكسر الدم، تحدث اللي هو نقص تكسرات في الدم تسبب نقص في وصول الأكسجين إلى الأنسجة في داخل الجسم، وبذلك تحدث الآلام في الأجزاء المصابة مثل العظام، ألم في العظم، ممكن يسبب سكلر في داخل الرئة وهبوط في نقص كمية الأكسجين داخل الرئة وألم الصدر وصعوبة التنفس، ممكن تأثر على الدماغ وتسبب جلطات في داخل الدماغ. جميل. ممكن تسبب
في أي جسم، في أي عضو داخل الجسم. على طار المؤتمر مرة ثانية، بما أن في ناس يعني تتعمق في هالمواضيع، ليش ما يكون أونلاين مثلا على البريسكوب دكتور يقولون المحاضرات في المؤتمر إن شاء الله؟ إحنا نطلب الدعم اللوجستي من أستاذ محمود. حاضرين حاضرين. تامر دكتور الحين جلب علي زي. ما شاء الله عليكم، ربنا يقويكم، مشكورين، ما قصرت، أسأل الله العظيم أن يسوق إليكم من رزقه وفضله ما يغنيكم. شكرا. آمين. لك. آمين. صباح سوداني، مشكورين. وحبوبين رحت استفسر عن التدريب، استقبلونا بصدر رحب. هذا كان يقول يشكر كل من في الهيئة ومستشفى راشد متعاونين، شكرا لكم. عموما دكتورة يعني كانت في بعض الرسائل إيجابية وبعض الرسائل يعني بعد إيجابية، الأقل إيجابية منقول بعد إيجابية. وشاكرين لكم على تفاعلكم الدائم معنا. نحن نشدد مرة ثانية، يعني أحيانا دكتور لنا شفنا الكثير من العنف اللي يطال العاملين في القطاع الصحي. صحيح. زين. ونحن نقدر مثل هذه المسألة عندما يأتي واحد مثلا حالته النفسية ما تكون مستقرة، إذا عنده شخص عزيز على قلبه في حالة حرجة أو كذا، ممكن أنه يشوف يتحرك الطبيب يتعامل معاه ببرود، أو أن الطبيب مو مهتم بالحالة، لكن لا، هذا قاعد يمارس البروتوكولات الطبية بشكل سليم. صحيح. ويعني محمود صعب ترى المريض الطبيب يتفاعل مع كل حالة، احنا الحالات اللي نشوفها يوميا كثيرة، لو انا بتفاعل مع كل حالة عادي الطبيب اخشي ينتحر، لانه ما يقدر يدخل، يعني لازم الطبيب يتعلم انه يفصل بين عواطفه وبين المرضى ماله. يقدر على طبيبة اسرة، فما بالك اللي يشتغلون في الطواري، يشتغلون في العناية المركزة، مصارين برا ولا شيء. يعني لازم يفصل، لازم يفصل مشاعره بينه وبين المريض لازم. يا رب يا رب، يعني الله يعني يجيركم من الحوادث ويجيركم من الأمراض، وإن شاء الله. شاء الله ما نشوف لكم أي عزيز أو غالي في مرض أو في مستشفى إن شاء الله. وأنتوا بعد دكاترة بعد يعني استوعبوا شوية، يعني احتووا المرضى. طب الأسرة مبني على الاحتواء، من تي ناس تحب العيادات وطبيب الأسرة، بس طب الأسرة نحتوي المريض. زين. كل التخصصات، ولكن طب الأسرة يعني أكثر. طيب. شكرا لك دكتور سلمان، شكرا لك دكتور ندى الملة، شكرا لك، ويعطيكم العافية. شكرا لك يا أميرة الغفلي، حلقة جميلة كانت معك اليوم ومع بنوح المبدع أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.